قل ما حكم تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة المكرمة؟ تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة من الأمور غير المشروعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ذلك غير مشروع باتفاق المسلمين. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة أثناء وجوده في مكة في أيام الحج، بل إن السنة أن لا يكرر حتى الطواف بالبيت، وإنما يطوف طواف النسك فقط، وهو الطواف أول ما يقدم، وطواف الإفاضة وطواف الوداع، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن خير ما يتمسك به المرء في عبادته ووصوله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.